إن سلامة الصدر عرفها علماء الإسلام وبيَّنوها، فها هو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: وأما سلامة الصدر فالمراد به بها ألا يكون في قلبك حقدٌ أو غلٌّ أو بغضاء، فسليم الصدر والقلب هو من سلم وعوفي من جميع أمراض القلوب وأدوائها، ومن كل آفةٍ تُبعِده عن الله عز وجل. وسليم الصدر وسلامته كذلك إنما يُعرف عند الشدائد، وعند كذلك حسد الناس له أو وجود بعضٍ من الشحناء، فهو لا يقابلهم بمثل ما يقابلونه.